الحقيقه انتوا قدمتوا عمل بجد متميز جدا وجميل، واحنا كنا سعداء جدا بيه. عشان كده اسمحوا لي يعني في ختام الحلقه يعني اقل تقدير ان احنا نقول لكم ميرسي من قناه الحياه، ان احنا نقول لكم شكرا جدا. ده درع قناه الحياه الفنانه المتميزه دره على دورها الجميل في الخروج. شكرا. مبروك يا دره، ودايما كده بتمتعينا في رمضان بمسلسلاتك الجميله. ميرسي جدا ليكي. قوم يا اختي انا بعد هو كده خليني مكاني بقى. المخرج المتميز محمد العدل. محمد بجد يعني بتمتعنا كل سنه بعملك الحلوه، مبروك ودايما متفوق دايما ان شاء الله. ميرسي جدا. نجمتنا المتميزه سلام محمد العدل، مبروك يا سلوى، دايما كده بتمتعنا بعملك الجميله جدا. طب عايزين سقف على كل حاجه. صح. النجم الكاتب السيناريست الجميل محمد صفر، الف الف مبروك. مبروك يا صفر. الله يبارك فيك. احمد كمال، انا شخصيا من زمان نفسي اكرمك، فجات الفرصه النهارده يا احمد ان انا اكرمك بجد على كل اعمالك الجميله وعلى هذا المسلسل المتميز. الف الف مبروك. انجي ابو زيد النجمه الواعده، مبروك يا انجي، ودايما متفوقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نورتونا وشرفتونا، اسعدتونا جدا في رمضان، وخلتونا عايشين على اعصابنا طول 30 حلقه بما فيها الحلقه الاخيره. ونتمنى ان المجموعه دي تتشارك مع بعضها ان شاء الله في عمل ان شاء الله جميل. احنا متشكرين جدا ليك، لقاء جميل ده بجد. انتوا نورتونا شرفتونا. دي حلقتنا النهارده كانت مع نجوم عمل متميز جدا، اخراجا وانتاجا وتصويرا وتمثيلا ومونتاجا وكتابه، عمل متكامل. الحقيقه لما الواحد بيجيد التقديم الصح والانتاج الجيد والتمثيل الصح، المخرج النهائي بيكون عمل محترم، والخروج كان من الأعمال المحترمة في رمضان. بشكركم جدا، صباح الألف خير.